السلام عليكم خوتي. المهم هذه هي القناه نتاعي الثانيه سفيان 09، كنحط فيها بعض الفيديوهات، وغادي نبقى نحط فيها فيديوهات في الزنقه وفيديوهات مختلفين على اللي كنحط في القناه، وكذلك نحط فيها الكواليس نتاع جميع الحلقات ابتداء من هذه الحلقه هذه اللي حطيتها هنايا، وغادي تلقاو ليا لتحت في الديسكريبسيون هي غادي تبركوا عليها غادي تديكم نيشان القناه وغادي تلقاو ليا في اول كومونتير. السلام عليكم خوتي، كيف راكم؟ توحشكم بزاف. فيديو جديد نتاع لو خيروك بين وبين، بغينا نهرسوا الروتين نتاع القناه والروتين نتاع الفيديوهات. والمهم بهذه المناسبه هادي جمال الفا رجع، ولا هذا الفيديو شفتو قبيله والله العظيم الا بورشني وفرحت، فرحت انه رجع. برافو ان عامين ونص ديال الخدمه ما مشاتش، وخرج واحد الفيديو اللي ما شافوش يدخل يشوفه، وهذا نشوف واش كاين هنا. راك قبيله كتفرج فيه، ولا هو هذا صاحي شبيه ساعدنا غادي نرجع عليك. كلنا جمال الفا، توب عليك كلنا خويا. حيدوا له سترايك الثانيه، والله هي هذه حيدوها له. برافو، تصاوب فيديوهات زيد على انك انت كتخدم يعني. المهم رجع هو، برافو عليك اخويا جمال وتحيه ليك و بيس بيس. والله الا فرحت، والله الا فرحت انا بعدا، والله الا فرحت ملي شفتو. وكان نصيفطوا لي غير ميساج في انستغرام مع كتي الله فقت وما شفتش الفيديو، حيت وصيفطوا لي في الانستغرام ميساج بان جمال رجع، ودخلت ولقيت نوتيفيكاسيون تاع الفيديو نتاعو جاي من سميتها من القناه ديالو ديال المليون. والله الا فرحت، دخلت فرحت، ولا بيسليك بيسليك. ولا لا يطيح شي واحد في هذاك الشيء اللي طاح فيه جمال، وتحيه لك بيس. المهم الفيديو ديال اليوم لو خيروك، وكما قلت لكم نرسل الروتين ديال القناه، وكنديروا الفيديو كل جمعه نتاع الرياكسيون على الفيديوهات. طبيعه الحال اللي ما شافش الفيديوهات القدام يدخل لاشين يوتيوب يتفرج فيهم، واللي عنده شي فيديو ما يكونش فيه دقيقه نديروا عليه الرياكسيون نهار الجمعه ويصيفطوا لي في انستغرام. ها هي، المهم تكون تما واللايف وستوريات وكذا. الا ساليت اليوم الا ساليت بكري التصوير هذا غادي ندير لايف في انستغرام، بون نتوما ما غاديش تفرجوا فيه للناس اللي غادي يجيو جداد، حيت غادي نديروا اليوم. واللي ما عندوش يصيفطوا لي في واتساب. انا سبحان الله وليت شحال هادي كان عندي مويو بزاف الفيسبوك، بزاف تنبغي الفيسبوك، تنبغيه، تندخل دائما الفيسبوك، دائما الفيسبوك. دابا صافي وليت غير انستغرام، غير انستغرام، حتى الفيسبوك ما بقيتش كان زعما تنحط فيه كان قليل، ولكن الانستغرام دائما فيه. ولا فيسبوك تيخلعني ما نكذبش عليك، ولا فيسبوك تيخلع غير الاجراء وهذا بحال داخل الكوميساريه. مو الانستغرام حلو، تصويرات كدا، فيديوهات طن. المهم نبداو الحلقه ديال اليوم ونشوفوا فينا هو الفيديو. يا ربي ما دير الناس كونيكسيون مع اخوكم، عايش غير مع الجيران مع دارنا الفوق وشادين الكونيكسيون من هنا البيت لتحت. بون غادي نشوفوا لو خيروك بين امك وابوك. هذا هو السؤال اللي انا، المهم هذا السؤال كنت كنقولو قبيله. لو خيروك انا مازال ما شفت والو، اقسم بالله ما شفت يعني هذا الفيديو هذا، غادي نشوفوه كاملين. وهذا السؤال مني، لو خيروكم بين امك وابوك، بطبيعة الحال اللي ميتالو الام ولا اللي ميتالو الاب الله يرحمهم. المهم لو خيروك شنو تختاروا؟ تسناو مني انا نقول لكم. المهم لو خيروك بين امك وابوك، الحب زعما شكون اللي كتبغي اكثر، واش الام ولا الاب؟ شوف الاب شي حاجه وحق الله يعني ماشي شي حاجه، الاب راه شي حاجه، وفي كتبقى تفكر شنو دار معك الاب نتاعك وداك المعاناه اللي راه الا جينا نشوفوا راه حتى الاب تعذب واحد العذاب كبير، انه تيخرج تمارا كدا هادي باش يكبرك، يعني راه الاب شي حاجه كبيره، لكن الام تتبقى هي الام. الرجوله حيد عليا دابا، راه شوف دابا حنا انا مثلا انا عندي امي، المهم طب وليني راه حتى الاب نتاعي راه حتى هو عنده الام نتاعو الطب، يعني داكشي فهمتي، داكشي فطره، ما الله غالب داكشي فطره. المهم انا قلت لكم انا جواب دبلوماسي شويه، ومهم فيه الدخل، وانتم جاوبوني لتحت لو خيروك بين امك وابوك. ما ديرش بحالي مي با، صافي هادشي اللي تقول امي ابي صافي، وانا ندير جيم. نبداو على بركه الله، ماذا سوف تختار؟ غنقطعوا الموسيقى، نقطعوا الموسيقى حيت ما عندنا ما نديروا بالموسيقى ديالو. ماذا سوف تختار؟ احبس
المهم انا عندي اللغه العربيه شي شويه، لا عندي اللغه العربيه. المهم غير صبروا معايا. ماذا سوف تختار؟ هذيك واش سأسألك 10 اسئله شبه مستحيله، هل انت مستعد للتحدي؟ ارول احنا حياتنا تحدي، احنا حياتنا تحدي غير رول رول بهلول. سوف اطرح عليك 10 اسئله وانت عليك الاختيار بين اقتراحين، كل اقتراح تلعبوا حرف اما ا اما ب. واخا ملاحظه، ادخلوا لنا في الفيديو ان شاء الله يرحم امك. قم بتسجيل عدد المرات التي اجبت فيها على ا او ب لتعرف نتيجه الاختبار في نهايه حبس. هذو راه تيقول لك بان خصك تقيد. فوالا نشوفوا السيلو. فوالا شوف شوف شوفوا على كتاب كي داير. شوف ونديروه في هذه باش نقيد، باش نكتبوا على من جاوبنا. انا ما عرفتش شنو دابا علاش نقيد انا هذا الشيء، هو غير فيديو ماشي حتى سيت انك تبرك وما يختاروا. بون غادي نشوفوا. يلا سيروا احنا جبنا الورقه. هل انت مؤهل كطيب تونه ان تعيش وحيدا على سطح القمر؟ سؤال، ان تعيش وحيدا على سطح المريخ. المهم نعيش المريخ لا نعيش على سطح القمر. الله عايش بوحدي، نعيشوا في سطح القمر اخويا حسن. نديروا سيروا لبهلو تنتوما قيدوا ولا عقلوا ولا. المهم ايهما تفضل ان تكون بلا حواجب؟ جايبين هذا راه اصلا بوغوس بلا حواجب. احبس دابا الا بلا سنان غادي مصيبه. بلا سنان دونك ما غادي تاكل ما غادي تشرب. الحجبان ما عنده باش ينفعك غير في زينك، انه غادي ينقصو من النظره نتاعك، انه غادي تبدل الوجه ديالك وكذا. اخويا نختار بالرجوله ان تكون بلا حواجب. احنا غير ما كاين غير في سير رولا بهلول. نتوما اختاروا بي باش ما نبقاوش مختلفين، باش ما نبقاوش نختاروا كيف توب عليكم. ندوزو زيد اخويا زيد. اياه وما تفضل اكل الفاكهه فقط لبقية حياتك، فقط لبقية حياتك. يعني يا اما الخضرة يا اما الديسير، يا اما الخضرة يا اما الديسير. اخويا حبس، اخويا الخضرة اش فيها القرعة، فيها اللافت، فيها ولين اخويا الديسير، فيه البنان، فيه التفاح، فيه الفريز، فيه رولا بهلول. ما كاين غير انتوما اختاروا عاوتاني بي، انتوما اختاروا ما ناكلوش كيف. ايهما تفضل الاستماع له فقط لننسي عجرم شخبط ويلي هادي ما تحملهاش بالاخر كاع. انا نجيكم ليش هاد بي اختاروا نتوما احلام ناسي عجرم شخبط لخبط بسكل الالوان ورقصه مع الحيط امين ايه. دوز دخول رمش في عينك يا زيد، نوم الشعر على لسانك. يا اما زغبة على اللسان يا اما في العين. لا على اللسان دابا نختارو بي. في عينك غادي تفرعك ولكن اللسان ماشي مشكل. بي سير ياك الا درت في عينك كتفرعك اصاحبي، ولكن في اللسان لا والتحيين روحي خبيثة. ايوما الزواج بشخص هو لا يحبك هي انت لا تحبه. مصيبك حنا هذا سؤال شوية مريض. لا هذا شوية مريض. لا هذا فري، هذا مريض، هذا حصلنا بالرجل. دابا لا كنتي وحدة عايش معاها انت كتبغيها وهي ما كتبغيكش. المرض انا ما تعاملك واحد المعاملة فرية. عاوتاني كذلك انت. هذا السؤال ما عرفتش يعني ما عرفت والله ما عرفت. اخويا لا تحبه ما تبغيش اخويا انت. اللهم ما تبغيش انت ولا هو اللي ما يبغيكش يحمقك. اللهم حمق انت بي. احنا ولينا غير في بي دوز. نتزوج وحده بقات تحمقني صدقات لها. لا ما تبغينيش سميتها. انا نبغيها هي تبغيني. بي المخلوقات الفضائيه هذه خصها سينا هي اللي عزيز عليها. الزومبي لا ويلك مصيبك حلا اخويا. الزومبي تيخلعوني شو غير وهادو ديال الفضاء ما عرفتش اخويا. اختاروا الرجل هادو الزومبي كيخلعوني تبقى مقاتل معاهم انت ولا لا. هادو نشوفو نسيو هادو ما عمر ما عرفتهم.
هذوك الاخرين خطر. ايهما تفضل؟ قتلتونا. قتلتونا بايوان. دخلوا في السؤال نيشان. تجلس ولا تقف ابدا. الله لا خويا، الا بقيت واقف غادي نعيا نعيا 100% غادي نعيا نعيا. شحال قدك كتبقى واقف؟ شحال قدك؟ اللهم انجلس، اللهم الجلس بعدا ما غاديش حتى لا ماشي بحال الوقيف. رجع لأ. انا نقول لكم 1 2 3 4 4 5 6 6 ا و 2 بي 4 ا بي بي 2 ا. يوم تفضل في كوخ مع الانترنت في قصر بدون الانترنت. لا هذا دليل على الادمان الانترنت. راه الانترنت هو اللي جابني عندك الكوخ. ما سمحنا في القصر هانتوما باش عفوا، سمحنا في القصر على ود الانترنت. ويلي بقاو حنا بلا فيديوهات ولا ميساجات. لا الكوخ حسن ونقادو كذا. ايوما تفضل البقاء معه مع امك مع ابوك 100% يجيبوا ابوك. والله ام مشكله صح، والله الا مشكله بالله، والله الا مشكله. با سمح لي مع امي، بقى مع امي ماما، بقى مع ماما. توب عليك ابا وين الله غالب. سالينا اليك والان اليك النتيجه بناء على اجابتك. دابا خصنا نركزوا معاه. احسب عدد المرات التي اخترت فيها حرف ا. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 عدد المرات. و 8 2 اختاريت غير 2 ديال البي. يعني شنو؟ نشوفوا دابا النتيجه نتاعي. اذا كانت ا اكثر من بي فهذا يعني هو انا ا اكثر من بي. شنو كتعني؟ حاضر 100%. انت شخص يتميز برائحه نفسيه كبيره وحب للناس والحياه. الله الله، ماشي انا اللي قلت، ماشي انا اللي قلت. تعشق النهايات الجميله، حسن الخاتمه، حيوي ومنفتح على الاخرين، تخلق جوا فريدا حولك يجعل منك انسان مميز. الله عليكم، غادي ندير لكم ابوني بربي، تندير ابوني. حل في النافيراتور بريفي. هاي راك تحليت هنايا وما بدي. لا راك تحليت باش تقول بان ما تفرجت، بان راني ما تفرجت. هاي فين واقفك حطيتها باش تكمل هذه. فوالا نديرو له هكا هكا، نفعلوا هاد الجرس هذا باش يبقى يوصلونا جميع النوتيفيكاسيون تاعهم. هيا يتوب عليك، والله الا يتوب عليكم الرجولة. بهذا انا انسان متميز وكان فريد من نوعه. طلق نشوفوا هذاك اللي اختاروا بي، باينه فيهم يكونوا شي وحدين والعياذ بالله. الناس اللي اختارت بي بزاف، شوفوا بالرجولة بلا ما تبقاو تكذبوا. اللي اختار بي يقولها، يقولها لتحت. واش انت شوف غتجاوبوني على داك السؤال اللي قلت لكم في الاول، وغادي تجاوبوني على دابا. يا تقول واش اختاريتي ا بزاف ولا اختاريتي بي بزاف. هذا اذا كانت بي اكثر من ا فهذا يعني انك انت واحد الانسان، انت شخص يميل الى الواقعيه اكثر من اللازم. بزاف انتم كتبقاو تميلوا للواقعيه بزاف، طيبتونا كاع. تاخذ الامور على محمل الجد. مما يجعلك شخص عصبي. ها عليها تتبقاو ديروا ديزلايك. ها الهضره المعقول في بعض الاحيان وبعض المرات كديروا اللايك. يتوب عليكم. من جانب اخر انت شخص رائع ومميز. ودابا حنا بجوجنا مميزين، راه ما يمكنش جدا في اسلوبك ومعاملتك، لانك لا تثق بالاخرين بسرعه. اصحاب بي ما كيتيقوش بالناس دغيا، ولكن مميزين وكيشدوا الامور على محمل الجد. انهم فهمتي داكشي ديال اللغه العربيه صعيب شويه معقد. المهم اللي اختار ا، انا اختاريت ا، اختاريت منها 8 د المرات وجوج د المرات بي. انا من الناس ديال ا، وانتوما اللي اختار منكم بي فها شكون نتوما. بطبيعه الحال هادشي كامل توقعات، ماشي بصح توقعات، حيت انت كيخيروك بين جوج د الحوايج ضروري خصك تختار وحده، ما عندكش شي حل ثاني. المهم ضروري خصك تختار وحده. المهم زوينه، زوين، انا عجبني، انا عجبني. واللي متفق معايا يقول لي فتح، انا الفيديو عجبني.
المهم زواون. المهم هاي كاين الغاز غامضة العباقرة وحدهم من 10 يستطيعون حلها. نقدروا نديروا شي بحال هكا شي حلقه اخرى في نهار 30 الا كنتو باغينا، قولوها لي. الا كنتو باغيين نديروا شي حلقه بحال هكا عاوتاني نشوفوا شي اسئله اخرى ولا شي حاجه محرجه نديروها، ولا اجيو عندي سميتو الانستغرام وغادي نحط لكم شي ستوري تما نقول لكم تسولوا نتوما كاع حسن، تسولوا نتوما اسئله محرجه وانا نجاوب عليها في الفيديو نتاع نهار الثلاث. يعني اجيو حطيت واحد ستوري غير مؤخرا، راه باقيين ستوريات في انستغرام بان سولني نجاوبك، وسولوني الناس وكذا وهذا وجاوبتهم الاخوان اللي كاينين في الانستغرام، تحيه لكم. المهم اجيو الانستغرام ونقدر نحط تما ستوري السيمانه الجايه ونقول لكم سولوني سؤال محرج ونديروه في حلقه ونحطو نهار الثلاث. المهم الفيديو ديال اليوم سهلة، كنتمنى انه يكون عجبكم. ميعادنا ان شاء الله يوم الجمعه الفيديو ديال الرياكسيون. اللي عنده شي فيديو ما يكونش فيه دقيقه يصيفطوا لي في الانستغرام، ها هي. واللي عنده عاوتاني اللي ما عندوش الانستغرام ها الفيسبوك. وتهلاو في ريوسكم وتهلاو في امك تهلاو في ابوك. توب عليكم، بيس، الله يعاونكم.